اليوم رانا متواجدين بمصنع سيرام ديكور المتواجد بمنطقة النشاطات بلدية تازولت ولاية باتنا. اليوم رانا نسيروا في عملية تصدير إلى دولة كندا، واليوم رانا نقدموا ميساج الناس اللي راهي تشكك في قدرات الجزائر، في قدرات الدولة الجزائرية وقدرات المصنعين الجزائريين اللي راهم قادرين باش يصنعوا سيراميك بمقاييس عالمية. قلت وانا بصفتي رئيس دائرة تازولت، يعني جيت باش نمد الدعم نتاعي لهذا المستثمر الشاب اللي في الحقيقة عبر ونعتنا القدرات نتاعو تحدى الصعاب. اليوم رانا موجودين على مستوى مؤسسة سيرام ديكور لمرافقة عملية تصدير ثانية لكمية معتبرة من مادة السيراميك. اليوم احنا رانا واقفين امام شحن 20 حاوية من مادة السيراميك مقدرة ب 28 ألف متر كاري الموجهة إلى دولة كندا. ضمن توجيهات السيد وزير التجارة وترقية الصادرات القاضية بمتابعة عملية الصادرات خارج المحروقات على مستوى الولايات التابعة لناحية باتنا.